Donc, Salina, chapitre l'oul, l'ikna hdarna alih, al les opérateurs. Donc, comme ce qu'on a fait les opérateurs, je n'y vois un observable, je n'y ai une représentation. Une représentation x ou la représentation p. Je n'ai pas eu l'action, maintenant de x à la واحد le vecteur i psi ou l'action de p à la واحد le vecteur psi. Donc, à ce cas, on se rappelle que nous avons d'abord une deux ou le chapitre 3, le haut qui m'a fait le produit tensoriel de les états. Donc, nous devons à la barquette là. Donc, on sait que l'état, maintenant, on sait à l'état psi. On fait correspondre à la fonction psi de x. C'est ce que nous avons fait. Comme i vecteur l'espace d'Hilbert, dans l'espace des vecteurs, nous pouvons associer une fonction dans des années chez HDR. Fonction, comme nous avons fait. Réunis, nous avons fait la notation de Dirac. Ou là, nous avons fait algébrique. C'est mieux à l'algèbre, quand nous avons fait l'algèbre. وهنا كنخدم بالاناليتيك اناليتيك اوكي يعني كنخدم بلي فونكسيون بسي اكس ايغريك زد مثلا دونك هنا في الجبر كتعرفوا بان الجبر كنهضر على لي سباس فيكتوريال كنهضر على لي ماتريس وهنا كنهضر على لي ديريفي بارسييل ديريفي توتال ديريفي بارابور او طون دونك هادو هما لي زوبيراتور هنا لي زوبيراتور يكونوا هما لي ماتريس دونك هادشي كامل شرحته في الاول اللي مازال ما شاف الفيديو يرجع الاول يشوف دونك هذه غير باش نزيد نفكركم في هادشي اللي مكتوب هنا يعني اي فيكتور يمكن ناسوسي ليها اون فونكسيون دوند ولا ريلاسيون بين الفيكتور ما بين الفونكسيون دوند هي كنضرب في لا باز اكس مثلا هنايا هاد ليسباس ديال لي فيكتور دوند كنسميو او اكس مثلا دونك بوغ ليسباس ا 3 ديمونسيون كندير ار بسي كتعطيني بسي دو اكس اي اكس زد يعني بسي دو ار افيك او اكس او ار سون دو اسباس ديفيرونت Là, c'est une dimension, bien sûr, à trois dimensions. Existe-t-il d'abord une relation entre l'espace EX ou l'espace ER? Donc, on va montrer que l'espace total, le R, est le produit qui est le produit tensoriel de l'espace suivant X ou Y ou Z. Ou qui est le produit tensoriel. Donc, on va donner une définition et propriété du produit tensoriel. دونك غادي نعتبروا واحد ليسباس فيكتوريال فاش كنقول ليسباس فيكتوريال اعتبروا انتم ديما ديروا بالكم هو اي جيكا يعني لا باس ديالو هي اي اي جيكا مثلا انجندري بار اكس 1 يعني اكس 1 هما لي فيكتور دو باز ديال يو 1 يو 1 هادي يو اي هما لي فيكتور دو باز ديال هاد ليسباس كنعرفوا بان اي اسباس فيكتوريال راه ديفيني بواحد لي فيكتور سميهم يو اي اوكي دونك هذا واحد ليسباس مثلا سميو اي شي مشكل دونك اي فيكتور كتنتمي لهذاك ليسباس يمكن لي ديكومبوزيه على لاباز ديالو كنعرفو هادشي مثلا عندي في يمكن لي نكتبها اكس اي بلس اي كاري جي بلس زد كا يعني يمكن لي ندي وشنو هو ليسباس ليسباس ديالي هو ار 3 اونجوندري بار 3 فيكتور لي هما اي جي كا يعني اي فيكتور كتنتمي اي فيكتور كتنتمي ل ار 3 يمكن لي نكتبها نديكومبوزيها على 3 ديال لي كوردوني في اكس في اي في زد اوكي متفاهمين فهاد هادشي راه باين يعني هنا يبقى الدور ديما في بالكم بانكم راه عندكم واحد الانالوجي ما بين ليسباس ديال الالبير وليسباس اللي كتعرفوا دونك هادي يمكن لي ديكومبوزيها سوا او 2 ان اسباس دي زيتا انجندري دونك انا غادي نديفين واحد ليسباس واحد اخر عنده ان دو فيكتور دو باس يعني هادي هي لي باس ديالو هما في دو اي و سوا اكس 2 كما كنعرفوا بان اي فيكتور مثلا دونك انا شنو درت دونك هنايا نقول لكم فين غادي يوصلوا دونك اعتبرت مثلا واحد ليسباس او 1 انجندري بار لي فيكتور يو اي اوكي وواحد ليسباس يو 2 انجندري بواحد لي فيكتور نسمي هذا هكا هنايا بار لي فيكتور في 2 اوكي واي فيكتور قلت لكم اي فيكتور مثلا اكس 2 اي فيكتور يمكن لي نكتبها على شكل بي اي هادي اي فيكتور اي فيكتور كتنتمي ل او 2 و اي فيكتور مثلا كتنتمي ل اي 1
يمكن لي نكتب على شكل اي، نديرو هنا ان، نديرو هنا اي افيك في ان في كتنسامي لاسباس فيكتور. هنا ندير وقيلا بسي، هادي بسي سميوها بسي حسن، دونك هادي بسي اكس جي بحال اوبيراتور. داكوغ، دونك دابا غادي نديفينيو ما يسمى بالبرودوي تونسوريال ديال او ان و او دو. دونك شنو هو البرودوي تونسوريال؟ نسمي او توتال اللي هي الريزولتا ديال البرودوي تونسوريال ديال لسباس ان في لسباس دو. الديمونسيون ديالو الا كان هاد الديمونسيون ديالو مثلا هي ان ان وهاد الديمونسيون ديالو هي ان دو، فان الديمونسيون ديال لسباس توتال هو ان ان في ان دو، عليها سميناه برودوي تونسوريال، برودوي ابدا. اوكي دونك نزيدو نكملو. اوكي تي كتعطل شي شويه. دونك هادشي اللي كاين هنايا على ما يتحل هاد الدوكيمون. دونك هاد ليسباس توتال هذا كنسميه هو ليسباس توتال ديالي. نطلع لفوق. دونك كما قلت بروبريتي ان ديمونسيون ديال ليسباس توتال هي ان ان فوا ان دو، يعني ديمونسيون نعاود نكتب هنا ديمونسيون ديال او توتال هي ديمونسيون ديال او ان ديمونسيون ديال او دو. ديمونسيون ديال او ان سميناها ان دو، ديمونسيون ديال او دو سميناها ان دو، دونك هادي هي ديمونسيون ديال او تي. سي مثلا الا خديت واحد الفيكتور في ان كتنتمي ليسباس الاول، واحد الفيكتور كسي ان يعني كتنتمي ليسباس الثاني. دونك دابا غادي ناسوسي واحد الفيكتور اللي غادي تنتمي ليه الاو توتال. هاد الفيكتور كي غادي تكتب نكتبوها مثلا نسميوها في، تكون هي البرودوي تونسوريال انديفينيها هي البرودوي تونسوريال ديال في ان مع كسيد. دونك شنو كتلاحظوا هنا؟ لي فيكتور ديال او توتال كيتكتبوا على هاد الشكل، كيتكتبوا على شكل فيكتور في ليسباس واحد تونسوريال لي فيكتور في ليسباس جوج. اوكي دونك هادشي اللي كتبنا هنايا كنوطيوها هكا. يمكن لكم تنوطيو هنايا كاينه نوطاسيون وحده اخرى، ديرو غير في ان وديرو هنايا كسي دو، يعني هادي راه بحالها بحال هادي. دونك هادشي اللي دارو هنايا كولون ابيل لو برودوي تونسوريال ديال في ان بار في دو. هنايا اها بيان سور اها، دونك هادي غير ملاحظه. بيان سور لي فيكتور هاد اكسي كيعرفو غير ليسباس دو. اوكي ميمكنليش ندير كسي ديال في ليسباس واحد، ميمكنليش نديفيني كسي في ليسباس واحد حيت ماشي نفس الديمونسيون. مثلا بحال اللي كنقول لك هذا الديمونسيون ديالو، مثلا نفترض بان الديمونسيون ديال او ان هي واحد والديمونسيون ديال او دو هي ثلاثة. اوكي الا قلت لك شي فيكتور كتنتمي لهذا، كتنتمي للاوج، الفيكتور كتنتمي للاوج، كي كتكتب كتكتب على شكل اكس اي اي جي بلس زد كا، وديم او فيكتور كتنتمي لهذا كتكتب على شكل اكس مثلا اكس اي. دونك ما يمكنليش نكتب لي فيكتور في 2 في لاباز ديال هذا حيت ما كاملينش، هذا فيه غير فيكتور واحد، هذا فيه ثلاثه، خص ثلاثه ديال لي فيكتور باش ديفيني فيكتور كتنتمي للاو 2. دونك هنا ما عنديش الحق نقلب لانديس ديالو. دوز دابا لي بروبريتي ديال لو برودوي سكالير. بروبريتي خلاص راه باينين، الا اعتبرت واحد لاندا كتنتمي سي، دونك لاندا فوا هذا فيكتوريال برودوي سكالير ديال كسي دو يمكن لي نخرج لاندا، كاين تا مشكل. عاوتاني تا هنايا يمكن لي نخرج نو، نخرجها نو هنايا زيني هادي ديستريبيسيون. دونك الا كان عندي برودوي سكالير ديال لا سوم يمكن لي ندخل برودوي سكالير على هذا وندخل برودوي سكالير على هذا، ما كاين تا مشكل. بالنسبه لا باز الا كانت هذا باز ديال او 1 و في 2 باز ديال او 2، فالبرودوي سكالير ديالهم برودوي تونسوريال ديال او 1 مع في 2 يعطيني الباز ديال او توتال. اوكي دونك هادي نكتبها حيت مهمه. دونك الا كان قلنا او 1 لي اونجوندري بار لي فيكتور هادو، و او 2
elle est engendrée par les vecteurs Smurah VL2. Donc il abrite la base, donc il y a la base d'E1. Il abrite la base d'E au total. Je vais dire le produit scalaire d'UI. Un produit tensoriel, dans la catenelle de produit tensoriel, ma produit scalaire. Donc il y a la base d'E au total. Mais le part d'un physiquement, elle est définie où est le produit scalaire. Ou l'un chercheur d'abord, mais c'est un le système. Adawo le système d'IA physique. Andi le système B. Ok? Donc, هذا كنعرفو بأن مثلا الإلكترون كيعيش واحد الإسباس ديال إلبير نسميه H1، ديمونسيون ديالو هي جوج. نفترض بأن الإلكترون ديفيني باغ سبين، عنده واحد سبين. عنده واحد سبين كنعرفو بأن سبين أن دومي ولا موانز أن دومي. دونك أنا نهتم غير بالسبين. دونك إلا اهتمت غير بالسبين، ديمونسيون ديال الإلكترون ديالي هي جوج. حتى هنايا عندي واحد الإلكترون مثلا ديمونسيون ديال الإسباس ديالو هي جوج. اوكي okay. دونك دابا انا شنو بغيت ندير؟ بغيت ندرس هاد السيستيم كامل، مبغيتش ندرس كل واحد بوحدو. يعني شنو خصني نديفيني؟ خصني نديفيني واحد اش توتال يكون هو اش ديال الالكترون واحد فوا برودوي تونسوريال ديال اش ديال الالكترون الثاني. اوكي okay. هذا قلت لكم لا باز ديالو هي واحد على جوج ناقص واحد على جوج، مثلا نفترض بان هذه هي لا باز ديال هاد الاسباس، وهذا حتى هو. وهنا حنا خصني ندير واحد لانديس، ندير لانديس واحد حيت الكترون نيميرو واحد، وهنا حتى هو عنده نفس لا باز، وهنا خصني ندير واحد لانديس هنايا جوج. اوكي دونك الا قلت لكم شنو هي الديمونسيون ديال الاسباس توتال، الا بغيتي تعتبر هذا كامل سيستيم، بغيتي تعتبر هذا كامل السيستيم ديالك، دونك خصك ديفين واحد الاسباس اللي هو اكبر منهم بجوج، الديمونسيون ديالها تكون هي جوج جوج اللي هي 4. الفيكتور دو باز ديالو غادي يكون مكونين من هادو ومن هادو. يعني شنو الاحتمالات اللي عندك الا بغيت تمشي غير بشويه؟ تكون عندك يا اما واحد على جوج ديال الالكترون واحد مع واحد على جوج ديال الالكترون جوج، واحد على جوج ديال الالكترون واحد مع ناقص واحد على جوج ديال الالكترون جوج، واحد على جوج ناقص واحد على جوج ديال الالكترون واحد مع واحد على جوج ديال الالكترون جوج، ناقص واحد على جوج ناقص واحد على جوج ديال الالكترون جوج، انا الالكترون واحد. دونك شنو كتلاحظوا؟ عندي 4 ديال لي فيكتور دو باز، دونك ديمونسيون ديال الاسباس ديالها تكون هي 4. دونك هادشي علاش خصنا نخدمو نديفيني برودوي تونسوري، باش نعرف الا كان عندي سيستيم فيه بزاف ديال لي بارتيكول يمكن لي ندرسو، ما كاين حتى مشكل. باش كندرسو رياضيا كندرسو بما يسمى برودوي تونسوري. دونك هادشي اللي كتبت هنايا باز اورتونورمي، وكما قلت الا كان هذا، دونك هادي كما قلت لكم راها باز ديال الاسباس توتال، دونك البرودوي سكالير يمكن لي نديفيني البرودوي سكالير ما بين لي فيكتور دو باز، تكون هي زيرو او لا هي غاما. دونك مثلا هنا باش نشرح لكم، قلنا بان U1 VL2 هادي راها باز ديال الاسباس توتال. اوكي دونك الا بغيت نخرج علاقة كنعرف باز يعني UI، مثلا الا خديت UI ديال 1 VL ديال 2 درت لها برودوي سكالير مع UG مثلا، او لا UG ديال 1 VL او لا VL بريم ديال 2. هذا يمكن لي نفرق هاد البرودوي سكالير، شنو زين زين هي UI ديال 1، نجمع الUIات بوحدهم UG ديال 1 فوا VL ديال 2 VL بريم ديال 2. هذا شنو هو البرودوي سكالير ديال هاد الفيكتور؟ هو غاما اي جي كتعرفوها. وشنو هو البرودوي سكالير ديال في ال مع في ال بريم؟ هو غاما ال ال بريم. يعني الا كانت ال كتساوي ال بريم يكون كيساوي واحد، كانت ال ديفيرون دو ال بريم تكون كتساوي زيرو. دونك هذه هي باش نبين بانهم اورتونورم، راه مازال عندي لورتونورمي. دونك هادشي بالنسبه للبرودوي تونسوريال. نشوف واش باقي شي حاجه، نشوف واش باقي شي حاجة في هاد الاسباس برودوي تنسوريال. اوكي هادشي راه كيتعطل شوية. فين مشى؟ ها هو هنا. دونك اوكي دونك نخليوها هنايا باش ما يطولناش الفيديو، نتلاقاو في الفيديو الجاي. تشاو تشاو.